أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من إكس راي. دايما الأطباء بينصحوا أي سيدة حامل تولد في مكان آمن حفاظا على سلامتها وسلامة الجنين، لكن أحيانا زي ما بنقول كده تأتي الريح بما لا تشتهي السفن، وبيحدث مشاكل في الطفل. من هذه المشاكل ملخ الولادة. إيه هو ملخ الولادة وإزاي نقدر نشخصه ونعالجه؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة، وسعيدنا يكون معانا دكتور طارق عبد الخالق استشاري جراحة العظام. دكتور طارق أهلا بيك معانا. أهلا وسهلا. دكتور طارق، كلمة ملخ الولادة كلمة شائعة ودرجة بين الناس، لكن النهاردة أنا عايزة أتكلم بصورة علمية مع طبيب مختص. بداية، يعني إيه ملخ الولادة؟ بخصوص ملخ الولادة، إحنا بنستقبل المريض كدكاترة عظام. بيجي الأسرة ومعاها الطفل، لحظة الأم أو لحظة الجدة أو أي حد في الأسرة، وبالذات الجدة على أساس إنها إيه الأكثر خبرة، يعني في إنها تتابع المتغيرات اللي موجودة في الطفل. فبتلاحظ إنه في دراع الطفل ما بيحركوش. عدم حركة الدراع دي هي طبعا درجات، في درجة إنه الطفل بيبقى دراعه يكاد يكون مشلول تماما، وفي درجة بيبقى الحركة ما فيهاش تاني للكوع. أهم حاجة يعني الطفل رامي دراعه ما بيعرفش يتني كوع. الشلل الكامل بيبقى الايد، كف الايد نفسه بيبقى فيه هو كمان درجة شلل، بانه ما بيعرفش يحرك الكف كمان، ولكن الدرجة الاقل اللي هو بيعرف يحرك الايد كويس ولكن ما يعرفش يتني الكوع ويحرك الكتف. الدرجتين الاتنين دول مرتبطين بمكان الاصابة ونوع الاصابة. بمعنى ايه؟ مكان الإصابة، إحنا عندنا الضفيرة العصبية هي مكونة من 5 جذور عصبية في الفقرات العنقية، أو الجذور العصبية اللي خارجة من الفقرات العنقية، لأن هي دي المسؤولة عن تغذية الذراع بالحس وبالحركة. لما بيحصل الملخ الولادة ده أثناء الولادة الطبيعية، بيحصل إنه في شد بيحصل على رقبة الطفل أثناء الولادة، وبالتالي الشد ده بيتعدى الحدود تحمل العصب، وبالتالي بيقطع العصب. ممكن يقطعه في مستوى ناحية النخاع الشوكي أو يقطعه في مستوى أبعد شوية، وهنا بتختلف برضو الكلام ده بيختلف معانا في درجة الإصابة ودرجة العلاج. دكتور طارق، اللي فهمته من كلام حضرتك وعايز اوضحه للمشاهد ان في مشكله في الاعصاب اللي بتغذي الذراع نتيجه يعني مشكله حصلت اثناء الولاده، وهي شد على ذراع الطفل فقطع الاعصاب الموصله للذراع، ونتيجه لكده هو الشد بيحصل على رقبه الطفل، على رقبة، فبيصيب الاعصاب المغذيه للذراع، ونتيجه لذلك ان الطفل بيحصل له نوع من الشلل في الذراع. الشد ده يعني خطأ من الطبيب ولا من اي حد غير متمرس في المهنه، ولا هو يعني نتيجه ايه؟ طبعا ده يعني حاجه بتبقى، لو انه اللي بيولد ما عندوش الخبره الكافيه ممكن يكون السبب منه هو، ولكن في معظم الاحيان بيبقى السبب في التشريح بتاع حوض الام ووضعية الطفل أثناء الوضع الولادة، يعني سواء إذا كان الطفل جاي بالمقعدة أو جاي بالرأس أو جاي بالذراع الأول في توجه الولادة. هنا بقى خبرة الدكتور في إن هو بيتعامل مع الموقف. كل ما كان الدكتور أكثر خبرة، كل ما يخرج الطفل سالما، وكل ما كان الشخص اللي بيولد أقل خبرة، كل ما احتمالية إن ده يحصل يبقى وارد يعني. طب لو برضو يعني الطبيب ذو خبرة، يعني مش عايزين نقول كلهم على كله على الطبيب، لكن لو الطفل مثلا حجمه كبير، هل ممكن ده يساعد برضو ان يحدث هذا الموضوع، ولا هو المشكلة في هو دائما وابدا لها علاقة بحجم الحوض كمخرج للولادة وحجم او وضع الطفل في النزول، انما الحجم بتاع الطفل يعني دايما هي القصة في الاخر وضعية الكتف فين من الـ من الـ من الـ من الولادة. دي حاجة يعني امور تكنيكية اكتر منها لا علاقة بحجم الطفل. طب دكتور طارق، المشكلة دي بتحصل لان لو حجم الطفل كبير هيولده قيصري من الاول، فبالتالي مش هيبقى محتاج ان هو يحصل كده. دكتور طارق، المشكلة دي بتحدث في كتف واحد ولا وارد انها تحدث في كتفين؟ يعني الاكثر نسبة هو طبعا كتف واحد، لكن هناك بعض الحالات
النادرة جدا ان يحصل في الكتف الاتنين. يعني وارد برضو حتى لو وارد. بنسب ضئيلة يا دكتور طارق. وحضرتك ذكرت العرض الرئيسي للمشكلة ان الطفل مش بيحرك، مش بيحرك الدراع المصابة. طب في اعراض تانية يعني الام برضو زي ما حضرتك نوهت في الكلام ان الجدة لانها اكثر خبرة ممكن تلاحظ الموضوع بيلفت ده. نظرها طبعا بيلفت لان هي اكثر خبرة من الام، خصوصا لو كانت الام يعني اول طفل بالنسبة لها. الام اللي يعني ما عندهاش خبرة، ايه الاعراض الاخرى؟ يعني في اعراض اخرى مثلا الى جانب ان الطفل ما بيحركش دراعه ممكن الام تلاحظها، ولا هي بس موضوع؟ هو اهم حاجه هي حركه الذراع، لان هي القصه كلها انه بيبقى ده احنا التشخيص بنسميه شلل في الذراع او شلل جزئي حسب درجه الاصابه. واحنا بيبقى في الاخر استكشافه شيء سهل وواضح. يعني احنا حتى لما بنيجي نشوف درجات الحركه بيفضل ان احنا بنصور الطفل فيديو والام بتلعبه، بحيث ان احنا نقدر نشوف الطفل ممكن بيحرك لمستوى ايه، يحاول قد ايه. الحكايه محتاجه يعني متابعه فتره طويله للحركه، وبنلاحظها بان احنا نصوره مقاطع فيديو طويله شويه، بحيث ان احنا نقدر نشوف حركه الطفل او محاولته للحركه، وايه العضلات اللي بتتحرك وايه ما بتتحركش. ده جزء من التشخيص يا دكتور؟ ده جزء من التشخيص ان انتوا بتصوروا فيديو. يعني الفتره قد ايه؟ يعني المفروض حضرتك قلت ان عايز متابعه طويله، يعني بتصوروه لفتره قد هو الفكره ايه؟ انا ببقى يعني بشوف الطفل مع الام فتره طويله، ويبقى ده كنوع من الدوكيومنت او التوثيق للاصابه ودرجه الاصابه يعني. طب دي الطريقه الوحيده اللي بتعتمدوا عليها في التشخيص، ولا في طرق اخرى؟ في طرق اخرى كتير، اهمها ان احنا طبعا بنعمل حاجه اسمها رسم العصب لمجموعة الضفيرة العصبية العضدية، وكمان في حاجة اسمها أشعة رنين مغناطيسي عشان أشوف مستوى القطع فين من النخاع الشوكي والمستوى بتاع القطع، عشان ده هيخليني أخد قرار بطريقة العلاج. على ذكر طريقة العلاج بقى، نتكلم عن طريقة العلاج بالتفصيل. هل بتتبعوا علاج دوائي ولا تدخل جراحي؟ ولو بتتدخلوا جراحيا يعني شكل التدخل ايه؟ طبعا هو في الاول خالص المفروض انه هذا الطفل بنسيبه على الاقل مدة من 3 لـ5 شهور. الـ3 لـ5 شهور دول انا بيحصل فيها اللي هو نقول عليها الاستشفاء الطبيعي، انه لو القطع في العصب ده قطع نقول من خلال الشيث اللي هو او الغلاف او الجراب اللي حوالين العصب، يعني الجراب سليم والعصب مقطوع من جوه، ده بيرجع تماما طبيعي. لو انه العصب مقطوع قطع كامل، ده بيبقى في الغالب بيحصل يعني عقدة عصبية، وممكن يبقى فيه درجة من الشفاء فيه، ولكن قد يحتاج لحاجة تانية. غير انه لو كان القطع منخوع من النخاع الشوكي، ده بنضطر ان احنا نعمل له حاجه اسمها نيوروتايزيشن، يعني ننقل له عصب شغال بدل العصب اللي اتنخع من مكانه اللي هو يصعب او يستحيل ان احنا نرجعه مكانه تاني. طب دكتور طارق، انت حضرتك ذكرت مجموعه من الاشياء كده، انا عايزه الاول بس انا عايز اؤكد على انه العلاج في ملخ الضفيره العصبيه ده هو علاج تحفظي اكثر منه جراحي، يعني نسبة الشفاء في التحفظي عالية جدا، ولكن بيبقى انه نسبة ضئيلة من الحالات بتبقى لابد من التدخل الجراحي فيها. طب خلينا نبتدي بالعلاج التحفظي ده. العلاج التحفظي ده عبارة عن ايه؟ وبيستمر فترة قد ايه؟ العلاج التحفظي زي ما قلت حضرتك في الاول خالص، احنا بنسيب الطفل للالتئام الطبيعي في خلال 3 شهور، مع شوية علاج طبيعي الهدف منهم منع العضلات من التقلص، لأنه هو القصة اللي بيحصل على المدى البعيد إن العضلة بتقصر لو إحنا أهملنا العضلة في إن إحنا نحاول نعمل لها تمارين استطالة طول فترة العلاج التحفظي في الأول. بالنسبة للتدخل بقى اللي حضرتك قلت، بيبقى في حالات قليلة وممكن تنقله عصب. في خلال السنة الأولى بيتم التدخل من خلال الجراحة الميكروسكوبية للأعصاب، إن أنا أرجعها تاني وأصلحها أو أحط لها رقعة عصبية أو حسب الوضع اللي موجود قدامي بيتم التدخل ده في خلال السنة الأولى. أما بعد السنة الأولى ما بتنقضي بيبقى مفيش داعي إن أنا أتعامل مع العصب، وهنا ببدأ أتعامل مع العضلة. العضلات بيحصل فيها إنها تقلص وبتقصر، فبتشد الذراع للدوران للداخل وبتمنع تبعيد الحركة، يعني بيبقى الحركة الطفل بيبقى جاي لافف دراعه، اللفة بتاعته دي عبارة عن ان العضلات اللي في الكتف قصرت فبقت واخدة الدراع
لفاه لجوه، زائد ان العضلات اللي فوق الكتف بتبقى قصيره، فما بتديش قوه الايه، طبعا هي فيها نوع من الشلل، فبتديش قوه الرفع الذراعي. بيبقى المشكله الرئيسيه عند الطفل هي تدوير الذراع للخارج مع رفعه فوق مستوى الكتف. طب دي بتقدروا تتعاملوا معاها؟ دي بنتعامل معاها بحاجه اسمها تحرير المفصل وتطويل العضلات القصيره مع نقل عضلات شغاله تاخد وظيفه العضلات اللي مش شغاله. بس دي هتبقى عمليه كبيره دائما. طبعا دي عمليه نقل اوتار بتتم من بعد السنه الاولى، يعني دايما بنقول نبدا، ممكن نبدا من سنه ونص علشان نلحق قبل ما يحصل تغيرات دائمه في عظام الكتف، لانه لو انا سبت الطفل فتره طويله من غير ما اعمل له التدخل اللازم عشان يحصل بالانس او توازن ما بين حركه العضلات حوالين مفصل الكتف، اللي بيحصل انه العظم بيحصل فيه تغير دائم، وساعتها التدخل بيختلف، ساعتها بدل ما هعمل حاجه في نقل الاوتار يبقى انا هضطر ان انا اعمل حاجه في العظم نفسه، وهعمل حاجه اسمها قص عظمي، واعيد تدوير الذراع تاني بس من مستوى العظم، يعني هكسر العظمة في مستوى معين وألف الذراع للخارج، وبالتالي ببقى في الآخر أنا اضطريت أن أنا أتعامل مع العظم بدل ما كنت بتعامل مع نقل الأوتار. يعني كل ما بتتأخروا في العلاج بتبقى عايزة عدي معلش. يعني يا دكتور ترى كل ما بتأخروا في العلاج بتكون المشكلة أكبر. هو طبعا للطفل وحركة الذراع التأخر دائما بيجي من طرف الأسرة، وطبعا للأسف الشديد هو بيجي من طرف الأسرة، لأنه هناك بعض نقول إيه الحاجات العاطفية بقى، منه انه يعني ترسيبه شوية لما يكبر شوية، سيبه مش عارف ايه، طب استنى، طب اوعى، لا ما تخليش حد يلعب فيه، كلام بقى اللي هو ايه ممكن يتقال يخلي الام او الاب يحجم عن التدخل، وبالتالي يتأخر ويبقى التدخل محتاج حاجة اكبر. ايه الى جانب ما انا بختم اهو، الى جانب برضو يا دكتور طارق، يعني بعض الناس ما عندهمش وعي بالمشكله دي اصلا، يعني ممكن في امهات ما تلاحظش اصلا حركه الذراع الطفل، خصوصا لو كان الطفل الاول وهي ما عندهاش خبره. ويعني على كل نتمنى ان يعني كل الامهات يبقى عندها وعي صحي بمشاكل الاطفال، علشان لو في مشكله في الطفل تروح للطبيب في المراحل الاولى، والطبيب يقدر يتعامل مع الطفل في المراحل الاولى، بتكون التدخل اسهل بالنسبه للطفل وبالنسبة للطبيب. انا بطمن حضرتك وبطمن السادة المشاهدين انه حاليا دلوقتي اصبح مع كل حالة ولادة دكتور الاطفال بيشوف الطفل ساعة الولادة مباشرة، وبالتالي بيقدر يوجه الاسرة ويقول لهم لا الطفل عنده كذا، وياريت يبقى يتم التعامل مع الطبيب المختص في هذا المجال. نتمنى ذلك يا دكتور طارق، ونتمنى السلامة لكل أطفالنا لأن هم زهور المستقبل. دكتور طارق شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك يا فندم. أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا بنشكر ضيفنا وضيفكم دكتور طارق عبد الخالق استشاري جراحة العظام، وبنشكرك على حسن المتابعة.